مظبوط يا بسنت، ومهم كمان وانت بتتعلم في اي مجال انه يتوفر ليك معامل تكون مطلع على احدث التكنولوجيا عالميا، لان ده اللي هينمي عند الطالب المهارات التطبيقيه والعمليه، وهيخرج شخص يقدر انه ينافس في سوق العمل، مش بس في سوق العمل المصري، لا كمان في الاسواق العالميه. المعهد بيمثل قطاع من قطاعات الجامعة المصرية اليابانية، اللي بتمثل قطاع من قطاعات الدولة في مجال التعليم والبحث العلمي، اللي هي مهتمة بتفعيل خطة الدولة من التنمية المستدامة 2030، اللي هي أهم أهدافها ربط مخرجات وسياسات التعليم العالي بالتنمية وسوق العمل بالنسبة للطلبة، وده مهم جدا بالنسبة لنا، وده حاولنا نفعله من خلال برامج بنقدمها، برامج أكاديمية ومهنية بنحاول وتدريبية بنحاول نقدمها للطلبة، اللي من خلالها بنلبي احتياجات المجتمع بمعايير دولية، وبنحقق التوازن بين التنمية والتطور العلمي والتكنولوجي والابتكار والتنافسية العالمية. كنا حريصين ان احنا نصمم برامج جديدة بتعتمد على تداخل العلوم الأساسية بشكل عام، وبشكل خاص تداخلها مع العلوم الهندسية، عشان نراعي الجانب التطبيقي اللي بيفتقده كثيرا من الطلاب في كليات العلوم الأساسية، وده شيء مهم جدا. من خلال البرامج اللي احنا بنقدمها للطلاب، كنا حريصين جدا ان احنا طالب بيبقى مطلع على احدث ما يحدث من تطور تكنولوجي وابتكارات على مستوى العالم من خلال معامل مجهزة، مراكز مميزة، اختيارنا لأعضاء التدريس المميزين على مستوى مصر والعالم العربي. كنا حريصين جدا ننمي الجزء الخاص بريادة الأعمال للطلاب على أساس يقدر ينافس سوق العمل الخارجي. كنا حريصين إن احنا ننمي المهارات والسمات الشخصية للطالب، عشان يبقى خريج الجامعة المصرية اليابانية خريج مميز، يقدر مش ينافس سوق العمل المصري، لا سوق العمل الدولي العالمي.